أقامت المنطقة العسكرية السابعة ندوة توعوية في مدينة مأرب بالتعاون مع مركز نشوان الحميري إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد العميد ناجي بن ناجي عايض مساعد قائد المنطقة العسكرية السابعة. أكدت على أهمية تخليد ذكرى الشهداء والتذكير بسيرهم وتقفي بطولاتهم في الدفاع عن الوطن وقضاياه العادلة. هذه الندوة تأتي لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو التذكير الدائم بأن هؤلاء الشهداء يستحقون منا كل تقدير واحترام وتبجيل على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي. يجب أن تبقى ذكراهم حية في قلوبنا، في عقولنا، في مناهجنا، في حياتنا، لأنهم بالفعل نبراس حياة يستحقون أن يستضاء بهم وأن يسير على دربهم. القضية الثانية هي التذكير بالقضية والعهد الذي عاهدوه وخرجوا على من أجله. استعرضت الندوة ما تميز به الشهيد من شجاعة وتضحية وإقدام وما استطره من بطولات ضد ميليشيا الحوثي على مدار سنوات من المواجهة، حيث كان يتقدم الصفوف في المعارك بحنكة القائد وثبات المجاهد وقدوة مؤمن وصدق صاحب القضية العادلة والأهداف النبيلة حتى لقي الله شهيدا ثابتا على المبدأ. بعد مرور سنتين إلا أنه لا يزال حاضرا في قلوب المنطقة العسكرية السابعة وقلوب اليمنيين للفراغ الذي تركه. كان قائد بحجم وطن، كانت له أدوار نضالية وقيادية وإدارية وقتالية كبيرة. سيبقى ما بقي اليمن وستبقى ذكرى حية في قلوبنا. تطرق الحاضرون للمواقف البطولية للشهيد والتي تنم عن حنكة عسكرية وحكمة وبصيرة وما تميز به من صفات قيادية وأخلاق فاضلة وبذل وعطاء في مختلف أوجه الخير والجهاد، مقدما مصلحة دينه ووطنه على مصالحه الشخصية ومكاسبه الذاتية ليمثل رمزا من رموز التضحية والفداء. عرفنا الشهيد رحمه الله عز وجل منذ أن نشأ كريما سخيا طيبا، لا يبخل لا بماله ولا بوجاهته ولا بأي شيء يستطيع أن يعمله في سبيل الخير وسبيل مساعدة الآخرين. نشأ صالحة بفضل الله عز وجل، وقدم بفضل الله عز وجل وبتوفيقه قدم في حياته برغم أنه استشهد ولم يبلغ 40، إلا أنه قدم مثل الذي يقدمه من تعمر مئات السنوات. تخلل الندوة العديد من الكلمات والقصائد الشعرية التي أكدت على أهمية الوفاء لدماء الشهداء والسير على دربهم حتى تحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها. محمد القليصي لقناة سهيل، مأرب.